السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض السمك المقلي. طبعا تتبيلته سهلة قوي، راستهم كبيرة التتبيلة معانا، وتلات او اربع قرون فلفل حراق، يعني فلفل شطة زي ما انتوا عايزين. ممكن تستغنوا عنه وتعملوا فلفل رومي، ليمونتين كبار، معلقة ونص كمون لان السمك بيحب الكمون طبعا زي ما احنا عارفين، وربع معلقة زعتر ممكن تستغنوا عنها بس أنا بحبها في تتبيلة السمك، ومعانا معلقتين ملح كبار. هنضرب المكونات بتاعة السمك بتاعة تتبيلة السمك دي في الكبة ونرجع مع بعض. أنا ضربت المكونات بتاعة السمك اللي هي الثوم والكمون والملح وربع معلقة الزعتر. الليمون بقى هنحطه عليها كده، تمام، وهنحيق بيهم السمك. يعني هنقلب المكونات على بعضها كده ونحيق بيهم السمك. التتبيله دي بس، يعني لا بحط فلفل اسود ولا بحط اي توابل تانية على السمك، بيبقى تحفه قوي بالطعم ده. نتبل بقى السمك مع بعض زي ما قلت لحضراتكم. التتبيله طبعا عرفتوا مقاديرها، سهله وبسيطه. هتبل دلوقتي السمك مع بعض، طبعا انا غسلاه ومنضفاه. هتاخدوا يعني مقدار، نبصوا كده، تاخدوا المقدار ده كده وتحطوه، وعند الراس بالظبط كده تفضلوا عند الراس. يعني ممكن لو حابين تقطعوا الراس اقطعوها، يعني لو انتوا حابين عند الراس. انا بحط التتبيله واطلعها من بق السمكه، تمام، وافضل ايه ادعك التتبيله كده، تمام، اهو خلاص كده اهي. يا رب تكون واضحه. وعايزه اقول لكم حاجه يا حبايب قلبي، بالنسبه لقليه السمك انا بفضل اقلي السمك بالدقيق الابيض مش بدقيق الذره، لاني جربته قبل كده بدقيق الذره ما عجبنيش بصراحه. طبعا ده اختياركم. هتبل بقيه السمك وارجع لكم. السمك يتبل بقى وبعدين هقليه قدامكم. هجيب زيت حوالي نقول ربع كوبايه زيت، وهجيب بصلايه، وهعمل صلصه للسمك. يا واحده هعمل صلصه للسمك، بس ايه بقى، يعني هعملها كانها ني في ني، يعني مش هسبكها قوي، يعني البصله بس تدبل معايا، تدبل بس، يعني مش تحمر ولا اي حاجه، تدبل معايا وتدي لون اصفر خفيف كده. وبعدين هنزل بالطماطم، انا مقطعاها كده مكعبات، تمام، هنزل بيها مع بعض واحده واحده، هنشوف هنعمل ايه. بقى حلو قوي. هنزل بقى بمعلقه خل بس. معلقه الخل دي بتخلي الطعم حلو قوي، تمام. وهنزل بقى بالطماطم، وهحط عليها نص كوبايه ميه، كوبايه الميه، تمام، عشان التزبيكه. وهحط عليها نص معلقة سكر، تمام، وبعد كده هحط طبعا الملح والكمون، طبعا ملح حسب الذوق، وهحط نص معلقة كمون صغيرة بس، وهغطي عليها وغطي عليها ونقلي مع بعض بقى السمك. هجيب السمكة بقى وهجيب الدقيق، طبعا الدقيق الأبيض اللي هو بتاع الكيكة وبتاع المعجنات، مش اللي هو دقيق الذرة، تمام. انا بطربه من جوه كده. ولو السمكه كبيره حبايب قلبي انا عايزه اقول لكم ممكن تغطوها وهي على النار عشان تستوي كويس، مع انها برضو بتستوي وهو من غير غطا يعني، بس في ناس بتقول لك ما بتستويش، تمام. كبيره بقى على النار، وحاطه طاسه وفيها زيت، تمام. احط بقى السمكيه، افضوا السمكيه كده، تمام، هتقوموا حاطين واحدة عكس التانية عشان الطاسة تشيل يعني، ولو الطاسة صغيرة سمكة سمكة. يستوي معايا طبعا، عارفين كلنا بيستوي ازاي، واحدة واحدة، وهنبقى على النار مع بعض بقى ان شاء الله وهوريكم. دلوقتي اهي السمكة هقلبها، بصوا القلية ماسكة نفسها ازاي السمكة، واستوت معايا وكويسة جدا. التانية نفس الحكاية بقى، هقلبها برضه. خلاص بقى التسبيكه اللي انا عايزاها خلاص كده، خدت معايا بالظبط 10 دقايق على النار،
وانا عايز الطماطم تبقى صاحيه كده يعني، تبقى صحيحه اهي بالشكل ده، مش عايزاها تسبك قوي عشان تبقى خفيفه في السمك. واحده واحده هنشوف هنعمل ايه. قليت السمك، ولو عندكم سمك متبلينه وفاض منكم ممكن تحطوه بالتتبيله في كيس في التلاجه في الفريزر طبعا، وقت ما تعوزوا تعملوه تطلعوه تعملوه، هتبقى الطريقه يعني سهله قوي. دلوقتي انا جبت الصلصه اللي انا عملتها دي وهنزل على السمك. تمام، طبعا انتوا حابين تاكلوه مقلي كلوه مقلي، حابين تعملوه بالصلصه دي بيبقى طعم جدا. واهو الطبق جاهز معايا، بيبقى تحفه قوي بالتتبيله دي، والصوص بتاعه دوت لما بيتغمس بيبقى جميل جدا. واهو السمك جهز معايا وبسيط جدا وسهل قوي. يا ريت تعملوا الطريقه بتاعتي دي وتقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، لان والله الطريقه طعمه جدا جدا، والتتبيله دي حلوه جدا، والصلصه اللي انا عاملاها دي طعمه جدا. فانتوا يا ريت تقولوا لي رايكم، ويا رب اكون خفيف عليكم، ويا ريت لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.